مساء الفل افضل معاكم محمد وسام. الدرس التاني في الموضوع النحت. نرجع بقى تاني، مش هينفع طبعا نسيب العجينه ايه تبوظ، فقلنا ايه نشتغل ونكمل شغل ما نمشيش. احنا طبعا هنا عملنا ايه الورقه بتاعتنا، وهنكمل بقى الجزئيه اللي ايه الجزئيه اللي هنا والجزئيه اللي هنا، ونبدا نخش في فرع الشجر. بحب اعمل ورقه مره واحده ولا اقعد بقى اقرف نفسي وبتاع، لا في لا دي كده كوره كوره. ازاي تبتدي تاخدها من بوز كده واحده؟ انت هتضايق ايدك من ناحيه، بص بص هتضايق ايدك من ناحيه وتروح وتيجي كده، تروح وتيجي كده، هتبص تلاقي ايه خدت الشكل ده بوز وايه ونهايه. مجرد ما تضغط عليه عملت معاك ايه ورقة. طيب هل انا لما احطها هنا كده وفرت على نفسي طبعا وقت مجهود تعب. اعرفكم المواد اللي انتم ممكن تصبوا بيها ايه. انا جربت حاجات كتير بصراحه، جربت ان انا اعمل الموضوع ده كذا مره بس على حاجات مصغره، ويعني انا كان بتنجح ومنها كان بيفشل ومنها كان بيتسمى في الارض. السيليكون غالي يا جماعه بصراحه، السيليكون غالي يعني كيلو مثلا بكام؟ اخر حاجه سمعتها 170 جنيه، يعني كيلو ممكن يعمل لك ايه؟ تجيب بالك باي اصوات، ها اي اصوات تسمعها ما تجيبش بالك بيها خالص. السيليكون ممكن كيلو يعمل ايه؟ يعمل حته زي دي. طبعا الناس كلها عماله تفكر ان احنا ايه بلد فلاحين، احنا طبعا فعلا بلد فلاحين، بس انا ايه تقريبا عشان اعرف اشتغل بعدت عن ضوضاء العربيات ورحت لضوضاء الايه الحيوانات. فعادي يعني المفروض انتوا معايا هنا في الفيديوهات دي تالف الاصوات دي عادي جدا، لان انا مش كل مره همنتج، مش كل مره هقعد اقطع، لان انا مش فاضي صراحه اقعد امنتج في الفيديو يومين ورا بعض. فدي حاجه زي باك جراوند. كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول موضوع ايه؟ موضوع السيليكون. طب مثلا زي ده ممكن بعد ما يخلص لو انا عملت له قالب سيليكون ممكن يكلفني قالب سيليكون مثلا حسبه 4000 جنيه او 3000 جنيه، يعني مثلا اقول 3000 جنيه. 3000 جنيه دول انا ممكن اكسب من وراهم قد ايه؟ ممكن اكسب من وراهم في اليوم الواحد هنا يعادل مثلا 2000 جنيه او 1000 ونص في اليوم الواحد. بس طبعا الحوار محتاج تسويق، والتسويق ده مش مشكله لان التسويق ايه بيعتمد على موضوع العرض، ان انت تعرض شغلك. فربنا يوصل الامور قريب قوي، اخلص بس الكورس بتاعنا الكورس الكامل، واشوف مثلا اشوف اللي اليوتيوب هيعمل معانا ايه، اذا كان هيوافق القناه يتربح منها ولا لا. وبعد كده بقى يعني الارباح اللي هتيجي من القناه انا بقى مش هتفرق معايا خالص، اجيب سيليكون وارميه في الارض، المهم ان انتوا تستفادوا وانا برضه استفاد. والناس بقى اللي هم مثلا واحده عايزه تتعلم النحت وعايزه تكسب من ورا موضوع النحت ده، طيب انا على استعداد ان انا السيليكون رابر اللي انا هعمله ابيعه وبتكلفته، يعني مثلا انا خلصت التابلو ده وهي مثلا ما عندهاش الخلفيه قوي ان هي تشتغل في موضوع النحت، مفيش مشكله انا بقى لك القلب بنفس سعره بالظبط، محدش يركز مع الاصوات. طب يا جماعه الحلو كده استوديو محترم وعزلت الاصوات، حطيت بقى فم وقفلت الدنيا دي كلها وعملت عزل صوت تماما ومفيش كلب هتسمع صوت.
بص بقى، تجزئه الشجر ليها كذا طريقه. الطريقه اللي هنا غير الطريقه مثلا انا بشتغل بيها في العادي او في الطبيعي. يعني انا لما بخش مثلا شغلانه ما بعملش التجزئه دي لان مش ناس كتير بتفهم، فانا برضه هعملها لكم وهعمل لكم برضه ايه التجزئه الثانيه اللي انا بشتغل بيها. التجزئه دي اللي انا بشتغل بيها اهي. في اي شغل بخش واقوم داخل عامل كده 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 كده، اهم حاجه تبل له القلم في الميه، سن القلم يتبل في الميه. انا استخدمت ايه في العده؟ فرشه، قلم، سكينه. السكينه دي هقول لكم ممكن تتجاب ازاي وفين وتتقص كده ازاي. الموضوع سهل خالص. اللي معقد نفسه بقى وهنجيب دفر منين وهنعمل ايه ولا ده انا ماليش خلق ان انا اجيب خامات وخامات ايه ادوات ومعيش فلوس. لا الحوار تافه جدا 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 جدا، يعتبر ببلاش. طيب دي كده التجزئه اللي انا بعملها بعيد عن دي. انا عشان بقى التزم بالنص، لا انا هلتزم بالنص ومش هعمل التجزئه دي. صوره التجزئه ديت بتيجي كده، خلي بالكوا ظهر الفرشه عامل ازاي، ركزوا معايا قوي. بصوا ظهر الفرشه عامل ازاي، عامل زي ايه يعني، له تقويسه كده من قدام زي استيكه كده. يعني انت ممكن تستخدم بدل ظهر الفرشه دي ممكن تستخدم استيكه عادي. بصوا طبعا الميه ايه بتنزل تداري التفاصيل شويه، بس انا لو نفخت هبان معاكم شويه اهو عشان بس التفاصيل. ماشي، هنزود جسمها شوية طبعا عشان الجسم القديم ده اهو، الجسم القديم ده ها طبعا مش هيجيب. يلا بقى ان شاء الله نشتغل لكم في الحلقة اللي بعديها ونرجع لكم تاني.